السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسام العطار من قناة كود سور سيكوريتي. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح وتثبيت أداة anonymize الموجودة في نسخة البارت. بداية نتطرق إلى شرح الأداة، حيث أن هذه الأداة تقوم بتغيير IP الخاص بجهازك بطريقة سهلة وسريعة عن طريقة البروكسي تشاين التي رأينا في السابق. أيضا تقوم بإخفاء DNS Data Leak والتي تعني تسرب البيانات. الأداة مخصصة لتشفير وتغيير معلومات اتصالك. ما أعنيه هنا أن الأداة تقوم بتشفير IP والDNS وتعطيك خاصية التور براوزر حتى يصعب تعقبك، فهذا سيجعلك محمي بشكل احترافي. إذن وبدون إطالة نبدأ على بركة الله. عند تحميل الأداة وكالعادة نقوم بفك الضغط. أنا قمت مسبقا بتحميل الأداة، وكل ما عليكم فعله أن تحملوا الأداة عبر موقع جيت هاب كما ترون. تجدون الرابط أسفل الفيديو. تقوم بكتابة جيت كلاود ثم لصق للرابط. بعد ذلك تضغط على أنتر، ستحمل الأداة معكم بسرعة. بعد ذلك تقوم بكتابة هذا الأمر وهو سيدي كالي تيري anonymize. الآن نضغط على أنتر. الآن نحن داخل مجلد الأداة. لتثبيت الأداة سندخل الأمر installer.sh أو /installer.shell، ثم سيبدأ التثبيت. عند الانتهاء نقوم بالدخول إلى الأداة والتعرف عليها بكتابة anonymize hello. كما ترون الأداة جد سهلة والأوامر الخاصة بها سهلة جدا مقارنة مع البروكسي تشاين. إذا لتشغيل الأداة نقوم بكتابة start anonymize. ننتظر بضع ثواني وانتظر. الآن ما فعلته الأداة قامت بتغيير DNS والIP، وعند تصفح سنتصفح ببروكسيات شبكة تور، مما يجعلك في وضع آمن وبشكل احترافي وسهل. سنتأكد فعلا هل قام بتغيير الIP. أولا دعوني أفتح نافذة جديدة للترمينال. سنقوم بكتابة هذا الأمر anonymize my IP. هذا الأمر موجود من ضمن الأداة كما ترون هنا، حيث يريك حالة الIP الخاصة بك. نعم كما ترون الIP تغير، هذا ليس الIP الخاص بي. أقول هذا لأنني أعرف أصحاب القنص هنا يشاهدون الفيديو. المهم نرجع إلى الشرح. سندخل الآن إلى المتصفح وسنرى هل DNS والIP تغير أم لا. سنقوم بالدخول إلى محرك البحث دوك دوك جو، والذي أنصح به حيث أنه يقوم بتشفير بياناتك وعدم تتبعك على عكس نظيره الشيخ جوجل. إذا هنا سنكتب لي DNS leak test، وهذا الموقع يعطينا هل يوجد تسرب للبيانات الخاصة بك والتي يمكن تعقبها. إذا كما ترون نحن الآن في دولة جيرماني، وسنرى DNS أيضا بالضغط هنا. كما ترون نحن في دولة أخرى. تغيير الIP مرة أخرى، تقوم فقط بكتابة anonymize restart. ندخل لكي نتأكد باستعمال نفس الخطوات أو فقط بالضغط على تحديث للمتصفح أو تحديث للصفحة. وكما ترون أصبحنا في دولة أخرى. سنرى هل يوجد تسرب للبيانات، وكما ترون تغير أيضا الDNS الخاص بجهازنا. وبطبيعة الحال هو أيضا محمي. أريد أن أنوه هنا لشيء بسيط، وهو عندما يكون الIP مثل هكذا في دولة والDNS في دولة أخرى، هذا يزيد من نسبة تخفيك بنسبة كبيرة، وستكون في نظر البعض أنك لست شخص هاوي وإنما شخص يعرف ماذا يفعل. أظن أن الفكرة وصلت. لتغيير الIP مرة أخرى تقوم فقط بكتابة anonymize restart. ندخل لكي نتأكد باستعمال نفس الخطوات أو فقط بالضغط على تحديث
للمتصفح أو تحديث للصفحة. لتغيير الـ IP مرة أخرى تقوم فقط بكتابة anonymize restart. ندخل لكي نتأكد باستعمال نفس الخطوات. سنرى هل يوجد تسرب للبيانات، وكما ترون تغيير أيضا الدينس الخاص بجهازنا. أظن أن الفكرة وصلت. إذن يبدو أنكم الآن مستعدين لاستعمال الأداة وفاهمين الأداة بشكل جيد. جميل، نسيت أنه لتوقيف الأداة فكل ما عليك فعله هو أن تكتب هذا الأمر anonymize stop وستتوقف الأداة. هذا كل ما في هذه الحلقة. شكرا على مشاهدتك لهذا الفيديو، وأتمنى أن تكون وجدت قيمة في هذا الفيديو. إذا لم يعجب قل لي لماذا في التعليقات، سأكون مسرورا بنصيحتك. وتذكر أن تفعل الجرس، وإذا كان لديك أي سؤال اطرحه في التعليق أو في المجموعة على الفيسبوك، سأكون مسرورا لإجابتك. أما إذا كان لديك سؤال خاص أرسل لي رسالة في الخاص، دعنا نتكلم ونتحاور ونتعارف، سأكون جدا سعيدا لإجابتك. دمت في أمان الله، أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى لقاء آخر، مع السلامة.